لا تفوتوا متعة مشاهدة خفايا وخبايا عالم التيك توك ضمن الحلقة الثانية من البرنامج الاجتماعي الواقعي بين قوسين بموسمه الثاني بعد نشرة الأخبار مباشرة. البرنامج الذي تقدمه الزميلة دانا أبو خضر يستضيف عدد من مشاهير ونجوم السوشيال ميديا للحديث عن بداياتهم مع التطبيق الشهير تيك توك الذي بدأ بالانتشار سريعا ويحظى بمتابعة مئات الملايين في الأردن والعالم. كما يكشف المتحدثون خلال البرنامج عن المحاذير التي يخشون الوقوع بها، خاصة أن تطبيق تيك توك متابع من فئات عمرية مختلفة. بين قوسين برنامج يتناول قضايا متنوعة من قلب المجتمع الأردني، حيث يسلط الضوء من خلاله أو من خلال حلقاته على قضايا كانت بمثابة خطوط حمر لم يتم التطرق لها من قبل. يعرض البرنامج مباشرة بعد نشرة الأخبار كل يوم جمعة. طيب شو رأيكم نستقبل بشكل عام؟ عم بيكون في رقابة على المحتوى الذي يقدم بالتيك توك بحسب خبرتكم؟ رقابة لا. يعني مثلا إذا في فيديو كان مخالف للأعراف المجتمعية بشكل عام، هل بيتم حذفها؟ كيف بيتم التعامل معها؟ هلأ في فيديوهات مثلا، يعني إذا بتولع نار أو إشي، شركة تيك توك أكيد تلقائي بتكتب إنه هاي خطر عنف وإذاء وهيك لحالهم شركة تيك توك، لأنه مرات الجيل الجديد عم بيقلد إيش عم بيشوف. صحيح، أكيد كل شيء. مثلا فيديوهات يعني خطيرة، مثلا حركات صعبة، ناس محترفين عم يلعبوا بسكليت مثلا سكوتر، إنه حركات صعبة ما حد يعملها.